الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وآله وصحبه ومن والاه. شكرا لحضوركم في هذا البدء الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا لمشروع انتظرناه كثيرا وأطلق عليه أشراقا. نشكر في صوت القاهرة، نشكر في العاملين عليها السيد محمد السيد وجميع من ساهموا في إنجاح وإعداد هذا المشروع لإحياء ما كاد أن يندثر. الشيخ المراغي الذي أراد أن أتكلم عنه السيد أحمد القصاف ميت سنة 1945، يعني للمدة لم يره لا الشباب ولا الشيوخ. فكنا نحن عندنا دراس في هذا الشيخ العظيم الذي كان يعطي الهم الإسلام والمسلمين في كيفية تطبيق الدين في حياة الناس في مواجهة الأفكار المختلفة بمنتهى الرفق وبمنتهى الحنان والأمان. كون عندنا، وأنا استمعت كثيراً في طفولتي وفي شبابي إلى الشيخ أحمد حسن الطرقوري في بلاغته وفي أدائه اللغوي الرائع الفائق الذي يخرج من القلب فيصل إلى القلب. وكان الشيخ أحمد حسن الطرقوري آية من آيات الله سبحانه وتعالى: فاطمئن إليه إذا سمعته وتتعلم منه إذا فقهت كلماته. وكان لطيف المعشر، لطيف الدرس. الشيخ محمود شكور له تراث كبير مسموع محفوظ الحمد لله رب العالمين. كل ذلك يبين أن مصر التي علمت العالم عبر التاريخ ستعود مرة أخرى يحتاجها الجميع في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب من أجل أن نتعلم مرة أخرى. فقط علينا أن نزيل الأتربة من على هذا التراث الكبير، الصدى، الكدر من على هذه الجوهرة العظيمة، ثم تقديمها للناس فنكون مرة أخرى. الشباب الذي وصفه بأنه تبرع ظنا أن هناك تقصيرا ما، وقد تكون هناك جرائم وليس تقصيرا، ولكن بهذا السعي الحثيث من أجل الدخول لعصر المعلومات والاتصال بهذه الكيفية وهذا التنظيم وهذا الجهد وهذا العمل الدؤوب يذكر بذلك بقوله تعالى: وقل اعمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، نرجو الله سبحانه وتعالى ان يرى عملنا ربنا فيبارك فيه، وان يرى عملنا رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: تعرض علي اعمالكم فان وجدت خيرا حمدت الله وان وجدت خيرا ذلك استغفرت لكم. ويعرض عملنا على المؤمنين حتى يستفيدوا منه وحتى يوضحوه وحتى يبين المفاهيم الى المفاهيم الصحيحه التي يعيشون فيها ويحولونها الى برامج عمل. اشرقت مشروع نبدأ بسم الله الذي نبدا به كل عمل صالح. اشرقت مشروع سيتم فيه تصنيف القيم العليا الإنسانية التي تكلم عنها هؤلاء العلماء الأفاضل. أشرقت سيتم فيه تصنيف هذا الأداء الرائع ممن أدركناه من
مشارك جعل الناس يقولون إذا كان القرآن قد كتب في تركيا فإنه قد قرئ في مصر كما أنه أنزل في الحجاز. فإذا كان هذا القرآن وهب الله المسلمين حسن تلاوته فأظهروا العالم وقللوه، وإلى الآن أصبحت القراءة المصرية هي هذه القراءة العالية القارية المؤدبة. استمع إلى الشيخ المنشاوي، كان الناس يحبون الشيخ المنشاوي ويقولون عبارة واحدة: كان مؤدبا مع القرآن الكريم. تلاوته تفسير في حد ذاته، تفهم معاني الآيات من مجرد تلك التلاوة. قبله كان الشيخ رفعت رحمه الله تعالى، والشيخ رفعت يحكي أنه نزل في قرية من القرى من أجل أن يقرأ جزءا من القرآن عند وجيه من وجهاء هذه الأماكن، وبعدما انتهى أخذه هذا الوجيه إلى قصره وقال له: قد أحييت فينا مآثر الأولين، وذكرتنا بالشيخ حسن. فقال له: ومن الشيخ حسن هذا؟ قال: الشيخ حسن أنت فيك جزءا منه. يعني الشيخ رفعت كأنه كان جزءا من الشيخ حسن هذا. فلما رجع كان شيخ المشايخ الشيخ درويش الحريري، فذهب إلى الشيخ درويش الحريري وقال له: هل تعرف شيخ اسمه الشيخ حسن؟ قال له: امال احنا بنحبك ليه؟ قال: انك بتفكرنا بالشيخ حسن. قال له: طب فين الشيخ حسن ده؟ قال له: ما نعرفش، اختفى. ظهر وكانت فيه خصله عجيبه غريبه. الشيخ درويش كان سيدا للملحنين وسيدا للاداء وشيخا للقراء، فقال له: وما تلك العبارة العجيبة التي كان الشيخ حسن فيها؟ قال: كان صوته لا يسمع صباحا، فإذا غربت الشمس وكأنه من أصوات الملائكة. شيء غريب، موهبة عجيبة أن يقتل إنسان هذا الصوت بالليل ثم النهار، والله سبحانه وتعالى له عجائب في خلقه. الشيخ رفعت الباقي منه نحو 16 جزء، وليس عندنا الختمة كاملة، ويقال إنها موجودة عند أحد الوجهاء الشرقي لكنه ضمين به، هكذا حدثني ابنه رحم الله الجميع. إذن تراث أبائنا يضيع. كان هناك الشيخ أحمد ندى ولكنه لم يسجل، وكان الشيخ أحمد ندى يقرأ من غير الميكروفون، وأشار إليه السعداني في كتابه المادع ألحان من السماء، تكلم عن الشيخ أحمد ندى وعن مدى قوة صوته وعن مدى حلاوة هذا الصوت، وكانوا يقولون في الشيخ رفعت الذي هو جزء من أحمد ندى ومن الشيخ حسن يقولون عنه: أحيا شباب الإسلام. أشرقت نار الله بها أن تحيي شباب الإسلام في القلوب، أن تحيي شباب الإسلام في العمل، أن تحيي شباب الإسلام في إحسان العلاقة مع الله، أن تحيي شباب الإسلام في المجتمع، لأن المجتمع إذا نسي الله سبحانه وتعالى كان على خطر عظيم. هذا الذي نعرفه، هذا الذي تعلمناه، هذا الذي عشناه، فوجدنا الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وفي كل شيء إنه آية تدل على أنه واحد سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى: أن ينقلنا من دائرة سخطه إلى دائرة رضاه،
يبارك في هذا المشروع وأن يوفق وأن يلهم الشباب المبدع في كيفية إيصال هذا التراث التصنيفي. كانت هناك القيم النشطة التي أجمعت عليها البشرية، كل المسلمين، كل المسيحيين، كل الكونفوشيوس أو البوذيين، كل الأرض أجمعوا على أن الصدق مندوب، وعلى أن التسامح مطلوب، وعلى أن الاحترام، احترام الذات واحترام الآخر هو الذي تقوم به المجتمعات. مثل هذه القيم التي أقرتها الأمم المتحدة للبشرية سنجدها في أشراق، وسنجد تصنيفها قد تكلم عنه هؤلاء الكابر بلغة بليغة واللغة والفكر وإجهاد لأمة واحدة. ولذلك لا يمكن لنا أن نبدع وأن نضيف وأن نعمر هذه الأرض إلا بإصلاح اللغة. سنستمع إلى لغة بديعة خرجت من القلب فتصل إلى القلب، وما خرج من اللسان سيقف عند الأذان ولا يؤثر تأثيرا بليغا، ولكن لابد علينا من العمل الصالح، وهذا من العمل الصالح وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. نرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى اتمام هذا المشروع والى نشره والى النزول به بقوه، اولا لاجل الله، ثم لاجل هذا البلد ولأجل هؤلاء الأمناء الذين رحلوا عنا. نحيي مآثرهم، نحيي مآثر قلبهم بالعلم، بحسن الإدارة، بحسن النية، نسير في هذا الطريق. غايتنا الله سبحانه وتعالى حكم هذا الوطن العزيز. شكرا لكم.